يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ورد إباحة لعن المبتدع؟ نعم، هل ورد إباحة لعن المبتدع؟ لعن الكافر والفاسق والظالم على سبيل العموم، أما لعن المعين هذا محل خلاف، هذا محل خلاف. والمبتدع لا أعلم أنه ما في لعنة الله على المبتدعين، ما أعلم هذا، إنما لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نعم.